هذا وتسببت الحملة العدائية التي تشنها السلطات القطرية ضد بحارة البحرين بأضرار جسيمة انعكست سلبا على وضعهم المعيشي. وقد أكد عدد من البحارة رفضهم للإجراءات التعسفية القطرية، ومن بينها مصادرة مراكبهم واعتقال من على متنها من العمالة وسجنهم لمدد طويلة. لطالما كان البحر يهبهم من خيراته، فهو مصدر رزقهم الوحيد الذي يعيلهم، هذا قبل أن يكونوا ضحايا للاستهداف الممنهج من قبل الدوريات القطرية التي سلبتهم مراكبهم بعد اعتراضها بالقوة في عرض البحر. والله وضع المعيشة يعني من جيت يعني تاريخ 14/1 يعني ما عندي لا شغل ولا شيء، صارت الهنود هناك في السجن والطراد هناك عندهم، واحنا رزقنا على الله وعلى هالطراد يعني، واحنا هاي شغلتنا يعني ابتدعنا للموسم تقريبا من شهر 1 لشهر 5، احنا بس هذه الفترة اللي شغالين فيها. وباب رزقي الوحيد هو البحر وطرادي، طرادي يعني مجود في دولة قطر، ولحد الحين ما ادري شنو الاجراءات اللي بتصير عليه، وانا رب اسرة من 6 افراد وعلي التزامات للبنوك وعلي التزامات لأفراد أسرتي نفسها، وحاليا عاطل عن العمل، وهذا البحر هو مدخل رزقي الوحيد. في الظرف اللي تعرضنا إليه من مصادرة الطراد مالي والإجراءات التعسفية اللي قاعدة تصير علينا، فالطريق مجهول. هذا التضييق من قبل السلطات القطرية تسبب بتدهور الوضع المعيشي لحبيب وزميله، فقد تكبدوا خسائر جسيمة جراء هذا التعسف، خصوصا وأن معاونيهم من العمالة الأسيوية لا يزالون يقبعون في السجون القطرية دون مراعاة لحقوقهم. بغض النظر عن الطراد، أنا الطراد مو قاعد أحاتيه كثر ما أحاتي العمالة اللي عندي، وأنا قاعد أصرف على العمالة وهي أوردي ما تشتغل، يعني قاعد أودي رواتب إلى أسرهم وأهاليهم، يعني فوق بعد عائلتي بعد عوائل العمالة، عندي 2 من العمالة وأدفع لهم رواتب بالتزام، ألتزم بعوائلهم. لا يعني الضرر يعني واجد، يعني الحين العمال هم بكونهم إنهم في السجن هناك، أنا متفق إياهم إن أنا مشي لهم رواتب شهرياً، يعني هاي رواتبهم وهم قاعدين في السجن، أنا شلون أنا ما أشتغل شلون أعطيهم رواتبهم؟ أعطيهم رواتبهم، أعطيهم هني يودونهم حق أهلهم. طبعاً صدر حكم على العمال بالسجن 3 شهور وغرامة مالية 3000 ريال لكل عامل، بس طبعاً هذه على العمالة، بس الطراد شنو الأحكام اللي صدرت عليه ما ندري لحد الحين، وحتى لو يصدر عليه حكم الطراد إن نستلمه بعد في قرارات إدارية توقفه، يعني حتى حكم المحكمة عندهم ما يعترفون فيه. والله أتمنى في المستقبل أنهم يتفهمون الوضع، يعني هاي دولة جارة عن حساب دولة قطر، إن هي شوي تخف على البحارة ما يصير، يعني أقل الشيء سيدة بيجرونك ومحاكمة وتدي يعني زحمة. كم طالب يشوفون حل لمشكلتنا، يعني ما يصير هاي المشاكل مالنا تبتدي في بداية ما لها نهاية، يعني كأزمة قاعدة تتفاقم وتزيد، يعني بشكل كل شهر كل بين 2 أو 3 5 أو 6 طراريد من البحرين تتوقف، يعني أزمة مستمرة، يعني مستحيل هاي مشكلة ما لها حل. كثيرة هي قصص معاناة بحارة البحرين، فقد تجرعوا ما تجرعوا من صنوف الانتهاكات من قبل السلطات في الدوحة، تبدأ باعتراضهم في البحر بالقوة، ومن ثم اقتيادهم للسجون في قضايا كيدية وبذرائع مختلقة تخالف الأعراف والتقاليد القائمة والمتعارف عليها منذ مئات السنين في مجال الصيد. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.